جه معانا فقره المطبخ. هتكون معانا رانيا قاسم. رانيا هتعمل فراخ على الطريقه الايطاليه وزلابيا ايطالي بالقرفه. ازيك يا رانيا؟ اهلا وسهلا. وما زالت معانا الحمد لله، برحب بيكي. ومعانا استاذه جايلان. انا متعوده على باستا تلياني، بس زلابيا تلياني دي هنغير النهارده. تجديد، حلو التجديد. اول حاجه هنبدا بيها الفراخ. الفراخ ان شاء الله هنحتاج نص كيلو صدور فراخ، كوبايتين جبنه شيدر طبعا مبشوره، طماطمتين مكعبات، معلقه صلصه هندوبها في كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه ثانيه غير الميه اللي هندوب فيها الصلصه، ملح وفلفل، معلقه ثوم مفروم، ريحان مجفف وزعتر مجفف، بهارات، والعيش اللبناني محمص متقطع ومتحمص. ده زي الفته يعني. ايوه، عرفت تقطيعه الفته بالظبط كده، بس متحمص في الفرن. وشم ريحه الريحان رائعه جميله. تمام. يلا نبتدي بقى. هنبتدي ان شاء الله باذن الله. هنحتاج بس بوله. انت طبعا حفظت. اول حاجه هنحط فيها العيش المحمص. هنجيب كوبايه بس ندوب فيها الطماطم، الصلصه. احنا مولعين النار. لو عايزه ميه. ايوه، الكاتل ورا العجانه. ما انا هحتاج ميه. انا بس عايزه معلقه. يعني جايلان ايه ده؟ ده انت عبقري. حافظه حافظه الاماكن في المطبخ كلها. انت ما طبختلناش ولا مره جايلان. صح. طب معالق عندكم؟ عايزه البرنامج يستمر. عايزاكم تعيشوا. المعالق فين يا لا لقيت خلاص. طيب حافظه كل حاجه. انا هنا ساعدك يعني، قولي لي عايزه ايه. ميرسي جدا جدا جدا. وانا نفسي معاكي من بعيد كده حبيبتي. انت بتشتغلي؟ انا عندي مشروع اكل بيتي من البيت 6 اكتوبر. لكل مكان بتوصلي؟ بوصل لكل مكان. كويس. عندك على الفيسبوك صفحه؟ عندك جروب على الفيسبوك اسمه اكل بيتي في 6 اكتوبر روني فود. اكل بيتي 6 اكتوبر روني فود. هنحط الصلصه طبعا، مش كلها، هي كميه صلصه بس وميه. الصلصه لا، والطماطم. صلصه وطماطم. تمام. بس ده ساعه التقديم على طول عشان العيش المحمص. لا ده هيتحط في الفرن. ده هيتحط في الفرن. طيب. وهنزود حبه ميه صغيرين، هو اوريدي هيطرى وهيرجع تاني في الفرن. على الطريقه الايطاليه يا جماعه، مش اي حاجه. طب اختاري معلقه اكبر شويه، لان ما انا اللي لقيتها قدامي. ماشي الحال. في اهو يا منى، خلاص احنا مش هنحتاج اي حاجه تاني. قبل ما نطلع بصي، ده خليه على جنب كده. ده هنخليه على جنب كده. قلبي بقى يا منى بالمعلقه الخشب كده. ماشي. جايلان ايه شاطره مديره. برافو. طب طلعت. هنجيب الفراخ بتاعتنا، مش محتاجين دول. ايوه هنجيب الفراخ بتاعتنا. دي صدور فراخ على النية على طول. معلش يا جماعه عشان بس صدور فراخ متقطعه مكعبات. تمام. هنحطها في البوله، وهنحط عليها كل بقى توابلنا اللي احنا اخترناها كلها. الثوم والزعتر والريحان. وادي ريحان. الريحان دايما في الحاجات الطلياني بيبقى اساسي يعني. تحفه. بس لما يبقى فريش كمان بيبقى احلى. وطبعا بالطبع. الملح والفلفل. وزعتر ده حطيتيه؟ كل اللي بتحطيه. شويه ملح صغيرين. كل البهارات اللي. وده ايه؟ ده بهارات مشكله. مخصوص للفراخ. لا ما يعني لاي حاجه بهارات مشكله، اللي هي علبه بهارات المشكله العاديه. هنقلبهم كويس. والثوم، احنا حطينا الثوم كمان. تمام. حلو قوي. هنقلبهم كويس. الثوم متقطع صغير مفروم. مفروم. اوكي. تمام كده. هنجيب بس شويه زيت صغيرين. نستلف زيت من هنا. ده زيت زيتون ولا زيت عادي؟ زيت عادي. زيت عادي. حسب بقى اللي عايز حابب. بس انا مش بحب الزيت الزيتون يغلي كتير، لان هي هتخش الفرن. طبعا. يستحسن يبقى زيت. ان هو اصلا زيت الزيتون صحي، مش مستحب انه يتحرق في الفرن. بالظبط. فاحنا شويه زيت بس صغيرين عشان هي ما تلزقش. بس كده. وهنحط بقى. ممكن نخليها قدام شويه عشان نتفرج كده معاكي. ايوه. هنحط الفراخ في الصينيه، هنفردها في الصينيه كده. انا ده مش محتاجين. خلاص. هنحط شويه جبنه صغيرين عشان الباقي هيتحط على الوش. هناخد دي جبنه بارميزان ولا جبنة؟ لا جبنه شيدر عادي. اللي حابب اي نوع جبنه ممكن يغير. هنحط بقى، نرجع نحط العيش المحمص. ريحتها جميله، الريحان والثوم مخليها يا جيران. الريحان والثوم بيعمل ريحه. انت ليكي في الاكل الايطالي بتعمليه ولا بتاكليه بس؟ بحب اكله. بصي حتى بقى شكلها كمان بعد ما بتخلص. احنا هنرجع ده. هاتي بس سيبيلي انا بس. ما بنحطش مشروم؟ سؤال بقى. اللي عايزه تزوديه زودي، بس هي اوريدي الوصفه ما فيهاش مشروم. بس انت عارفه الحاجات الاضافات دي، المشروم بيعتبر من الاضافات. هيدخل الفرن قد ايه بقى؟ لمده هتدخل نص ساعه تتخبز في الفرن، فرن متوسط. طيب احنا كده نبقى خلصنا ده. كده الصنف ده خلاص. هنبدا بقى الحلو. الحلو مقدير اهي معايا. هنطلع. اقول لك المقادير. هنقول مقادير الاول عشان تنزل. الزلابيا الايطالي هنحتاج كوبايه دقيق، تلت كوب حليب، معلقه صغيره خميره، ومعلقه صغيره سكر،
معلقه بيكنج باودر صغيره برضو، قرفه للتزيين وسكر بودره للتزيين وزيت للقلي. تمام تمام جميل. يعني تقريبا المقادير بتاعتنا اللي احنا عارفينها في تمام في لقمه القاضي بتاعتنا. ايوه عشان أيوة. احنا هنحط بس هنحط الزيت بس يغلي يسخن. مش هحط الزيت بس كده. ممكن نطلع بقى على دي. أيوة. عشان سخنه قوي. عندي. بالظبط تمام. دلوقتي احنا نعمل بقى العجين. عندنا الدقيق هنحطه في العجان. اوكي تمام. هنحط عليه ده السكر والقرفه بتوع التزيين. هنحط الخميره. هنحط السكر. تمام. هنحط البيكنج باودر. هنحط كل المكونات بتاعتنا يعني هنحطها. تمام. وهنعجن بالحليب. لبن. بالحليب. بس معلش تيجي تشغليه لي. في زرار من بره كده اعتقد. تمام. هو الحليب بنحطه على قد. انت بتقفليها ازاي؟ من بره. بتحطي الحليب على قد ايه؟ طب ما انا عشان ما احاولش ولا انا. مفيش مشكلة. هو عموما انا مجهزة عجينة اوريدي لان هي هتحتاج تخمر. ايوه. فانا مجهزة عجينة خمرانة. تمام. ندوس. انا مش عايزة عشان اما خلاص مفيش مشكلة. احنا عندنا العجينة هي طبعا احنا الحليب بنحطه. بنحط الحليب على قد العجن يعني. قد ايه مدتها؟ بالظبط نص ساعة زي اي عجينة عايزة حد ما تلاقيها عليت يعني شوية. بترتاح زي ما بيقولوا. ايوه. هنفردها طبعا. هي المفروض في نشابة في اعتقد. عايزة بس شفتيها؟ مفيش مشكلة مش مشكلة. هنفردها بايدينا. ايوه لقيتيها. والبولة الدقيق عشان لو عايزه تفردي دقيق على البتاع. هنا هنفرد العجينه كده. وحط كمان. تمام تمام. بس هي بتبقى خمرانه فبتبقى رفيعه بتفرد بسرعه فبتبقى سهله. بتبقى طريه كمان وجميله. هنحتاج بقى سكينه. هو المفروض قطاعات. لو في قطاعات مفيش مشكله. لو مفيش ممكن عندنا. نتعامل يعني عندنا سكينه بس مفيش مشكله عشان ما ندورش. مفيش مشكله. ممكن مثلا نعمل مربعات او القوالب اللي هي شكل مثلثات مثلا. اي كوبايه كل الاشكال دي. يلا. ماشي. هتعملي بقى ايه كل الاشكال ولا ايه النجوم؟ انا عندي نجوم لان عندي قطاعات. كان معايا قطاعات نجوم هي اللي مديها الشكل ده. دواير. تمام. بصي يعني كل الاشكال بقى. هنبتدي زمان الزيت سخن. هنقليها في الزيت. واعمل لك واحده انا كمان. تمام اهي. ايوه الله ينور. ايه ده يا سلام. شايفه. تمام. زلابية منى. وتتقلى ما بتاخدش حاجه على النار. عايزين بس نقول لكم نحطها على طول ولا نستنى ما الزيت يبقى سخن؟ هو سخن اوريدي سخن. الزيت لازم يكون مغلي. عايزين ننوه ان فضيله الدكتور علي جمعه فضيله المفتي طبعا يعني برنامج الله اعلم هيبقى من بكره من 5 الى 10 مع استاذ عمرو خليل. طبعا هيكون من 5 الى 10 عشان اللي طبعا متابعين كلنا متابعين طبعا برنامج. 5 الى 10 هيبدا فضيله المفتي الدكتور علي جمعه. بس حاجه اطلع عليها. متعودين نقول فضيله المفتي حتى لاخر العمر. اطلع حاجه. ربنا يبارك. اطلع عليها حاجه. اطلع عليها ممكن نطلع خلاص كده يعني. مجرد ان هي الزيت عشان مغلي يعني مش بتتحمر يعني. هي مجرد لا بتاخد اللون زي ما يبقى تاخد لون. بتاخد لون طبعا. يعني بس حلو ولا عامله دايت وحاجات كده؟ هي دي بقى ميزتها. ان انت السكر بتتحكمي فيه. السكر البودره. فاوريدي مش عايزه كتير. هتحط شويه صغيرين. مش لازم شربات بتحبي يعني؟ لا ما فيهاش شربات. فدي ميزه. السكر بودره وقرفه. بالظبط. طب نقدم بس لضيفتنا بقى. بس لسه عايز ياخد لون. لسه ما هي والفراخ بتقعد قد ايه؟ الفراخ بتقعد حوالي نص ساعه. نص ساعه بس جديده وجميله. طيب احنا هنطلع بقى الفراخ الاول كده على بس قرب السوا. بنحط بقيه الجبنه فوق. عامله جارنش بالعيش المحمص. والعيش المحمص هي بتتاكل مع العيش المحمص. شكلها مغري جدا. وريحتها جميله. عشان الريحان تدوقي جيلان. ايه رايك تدوقي؟ انا عايزه ادوق الحلو. اتفضلي الحلو. اتفضلي دوقي عشان احطه. ميرسي. جميل. يعني ممكن مفيش دايت. ها تدوقي مسموح يعني. حلوه فكره انه ما يبقاش بالشربات يعني او كده. يعني شويه سكر للي عايز. دي سريعه جدا. جاي لك ضيوف على فجاه في ثانيه بتتعمل للاطفال الصغيرين. ساعات بيدوخوكي في الاكل. ما بتغيرش الشكل المدور اللي هو لقمه القاضي. حلوه لقمه القاضي بتدوخنا اصلا عشان تطلع الكور اللي هي بيعملوها دي. بتطلع مش مظبوطه وطلع لها راس من هنا. دي بعدين النفشه دي ما بتبقاش. النفشه دي ما بتبقاش عندك. الكوره بتبقى باينه ان لو ما نفشتش ايوه تبقى باينه. لكن الجريمه باظت يعني. بالظبط. حلو. تسلم ايديكي. تسلم ايدك بجد. صحه رانيا قاسم شرفتينا ونورتينا. ميرسي يا حبيبتي. انا مبسوطه. تعملي لنا حاجات ثانيه حلوه كتير من الكاترينج باذن الله. ان شاء الله. ميرسي شرفتينا. ميرسي شرفتينا ونورتينا. سعيده معاكم كل مره. ممكن تختمي ولا صعب؟
يعني انا سعيده دايما لما اكون معاكم اعزائي المشاهدين، ببقى مبسوطه جدا لما اكون معاكم، وده احلى برنامج واكتر برنامج بيتابع، فببقى سعيده قوي اني بشارك فيه، واتمنى يكون عجبكم كل الفقرات، وان شاء الله لقاء بكره مع مفيده ان شاء الله ومنى باذن الله. باذن الله. عايزين ننوه تاني للي ما شافوناش من شويه ان فضيله الدكتور علي جمعه مع استاذ عمرو خليل الله اعلم من بكره هيبقى 5 ل 10 ان شاء الله، من بكره هيبقى 5 ل 10 باذن الله. شكرا ونشوفكم بكره على خير.